تحية لكم مشاهدين الكرام في كل مكان، متابعي على الفيسبوك وفي كل مكان. أحييكم وألتقي بكم مرة أخرى بعد غياب دام لأسبوع. كنت في الحقيقة في إجازة، ولذلك لما عدت قلت أول شيء أريد أن أتحدث عنه هو موضوع تفجيرات بيروت، الموضوع المؤسف الذي حصل خلال الأسبوع الماضي وكان ولا زال يشغل الإعلام ويشغل الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية. في الحقيقة واحد من أسوأ الأشياء، وكما قال صديق لي أنه يعتبر 11 من سبتمبر بتاع لبنان، يشبه في الحجم الخسائر وفي تبعيات هذا التفجير. طبعا نسبة وتناسب مقارنة مع حجم لبنان في السكان ومقارنة مع اقتصاد لبنان ومستوى لبنان، فهو يشبه ما حصل في أمريكا في 2001. بداية أنا أريد أن أتقدم شيء رمزي، أتقدم بعزاء لكل اللبنانيين على ما حصل، وأيضا أقول لكم جميعا لأن عندي مشاهدين من لبنان، عدد لا بأس به من لبنان، أقول لكم جميعا أني حزنت وشعرت بالأسف. صلواتي مع الناس الذين فقدوا أحبة، الله يصبرهم، الناس الذين لا زالوا يعانون من جراح أو لديهم مفقودون، أي واحد، أي إنسان بيشعر بذرة من الإنسانية سيتعاطف وسيدعو لهؤلاء، يا رب افرجها عنهم، يا رب أنه يحد الألم ويحد المصائب. كفاية هذه 2020، الواحد لا يدري كيف ستنتهي هذه السنة بعد كمية الفواجع اللي شفناها فيها، خصوصا الشعب اللبناني، معاناة اقتصادية، معاناة سياسية، معاناة مع كورونا، ثم يأتي فوق هذا كله التفجير الذي حصل. خلاص وصلت لأقصى حد ممكن يتحمل الإنسان، ولذلك نشعر وأشعر أنا شخصيا بالتعاطف وبالأسى والحزن، وأصلي أن هذه الأيام تمر بسلام على لبنان. لبنان عزيز على قلب كل إنسان عرف الثقافة اللبنانية وعرف لبنانيين وقرأ وسمع ورأى أو سافر أو ذهب إلى هناك أو خالط اللبنانيين. لبنان جوهرة الشرق الأوسط، لبنان الثقافة، لبنان الفن، لبنان الغناء، لبنان العطاء، لبنان المسرح، لبنان الفكرة، لبنان الحرية. لبنان ممكن تقول أنه نبعت منه أشياء كثيرة، يكفي أنه أغلب الكتب التي كنا نقرأها ولازلنا لكن لحد محدود، الكتب التي كنا نقرأها وكانت لها قيمة كانت آتية من لبنان، مطبوعة في لبنان، المجلات والجرائد التي كان لها تأثير كانت طالعة من لبنان. حجم هذه الدولة مقارنة مع العطاء الذي ساهمت به يكاد يكون شبه معجزة. لكن للأسف يحصل الآن العكس تماما. أين هو لبنان؟ أين هو لبنان جبران، خليل جبران؟ أين هو لبنان الكتاب العباقرة العظام الذين ساهموا في نشر الثقافة والوعي وفي التنوير وفي الحرية وفي الفكر؟ أين كل هؤلاء؟ أين لبنان الذي عرفناه زمان؟ يكاد الآن يكون دولة، خليني لا أقول أنه لا أكون متشائم، لكنه دولة فاشلة الآن، دولة فاشلة. وسأتحدث عن الأسباب، لأن تفجير لبنان هو
يعني واحد من الأشياء التي تظهر ما وصل إليه لبنان في الحقيقة، في سلسلة أشياء حصلت تظهر أنه ما حصل لم يكن مجرد صدفة، لكن هو طبعا نتيجة حتمية لتراكم الفساد وتراكم أشياء كثيرة عبر كل هذه السنوات. وأنا أتمنى أنه نشارك أيضا التعليقات والأسئلة والمشاركات عبر الفيسبوك، وسأتطرق إلى البعض منها. لبنان حصل فيه تطورات في العشريات الأخيرة، أهم التطورات اللي ممكن نقول شكلت لبنان الحديث أو لبنان السنوات الأخيرة، القضية الفلسطينية. لما وضف لبنان في ما يسمى بالقضية الفلسطينية وتم تحويل أو جعل معركة لهذه القضية، ده كان أول أسباب الخراب في لبنان. نعلم جميعا أن الحرب الأهلية التي حصلت في لبنان كانت بسبب توظيف لبنان في القضية الفلسطينية. ثم لاحقا ميلاد حزب الله. حزب الله لما تأسس كان نقلة نوعية في تاريخ لبنان، ليس للأحسن للأسف، لأنه من سنة 85 للآن أسأل سؤال: ما الذي حققه لبنان بعد ميلاد حزب الله؟ ما هي الأشياء التي يمكن أن يفتخر بها اللبنانيون تحققت بعد وجود حزب الله؟ هل صار لبنان أحسن في أي مجال مثلا؟ في المجال الاقتصادي؟ في المجال العسكري؟ في المجال الثقافي؟ في أي مجال يمكن أن تشير بالبنان وتقول بعد ميلاد، بعد تأسيس حزب الله صار لبنان، كان لبنان كذا وصار كذا؟ لا يمكن الإشارة إلا للأسوأ، إلا للأسوأ. فإذا توظيف لبنان في القضية الشيعية وتوظيف لبنان في القضية الفلسطينية ساهم في دمار لبنان. هل هذا له علاقة بالتفجير بيروت؟ طبعا له علاقة. طبعا كل التقارير الآن التي قرأتها والناس الذين كلمتهم وكل التقارير السياسية تشير احتمال كبير أن حادث عرضي في اللمسة الأخيرة، يعني كان غالبا كان خطأ أدى إلى انفجار. يمكن لحد الآن ما فيش conclusive evidence، يعني شيء قطعي، لكن كل الإشارات تدل على ذلك أنه حدث بسبب خطأ. لكن ده الانفجار، لكن وجود المتفجرات في المرفأ، وجود هذا الكم الهائل من المواد المستخدمة في التفجيرات يدل على تورط حزب الله. وطبعا أنا شاهدت كالبقية خطاب الأمين العام حسن نصر الله يتبرأ فيه من علاقة حزب الله بهذا الأمر تماما. يقول أولا: نحن ليس لنا علاقة بالمرفأ على الإطلاق، نحن نعرف مرفأ حيفا أكثر من مرفأ بيروت. وطبعا هذه كذبة، هذه أول الكذبات التي ممكن الإشارة إليها. أي واحد له اطلاع بسيط ويعرف اللبنانيين ويعرف لبنان سيعرف أن هذا مجرد كلام لا أساس له من الصحة. لماذا؟ لأن حزب الله يعرف الداخل والخارج إلى لبنان. لو كلمت أحد الذين دخلوا من مطار بيروت سيقول لك أن عناصر حزب الله يفحصون حتى أسماء الداخلين إلى المطار، يعرفون كل شخص لأنه هم يتولون الاستخبارات في هذا الأمر ولهم علاقة بجهاز الاستخبارات اللبناني طبعا، ويسيطرون عليه، مش لهم علاقة. فهم يعرفون النملة إذا دخلت إلى لبنان، مش هيعرفوا آلاف المتفجرات دخلت من الميناء. طبعا هذا كلام لا أساس له من الصحة.
كل معابر لبنان في يد حزب الله، وحزب الله يعرف الداخل والخارج، كل الناس يعرفون ذلك، كل اللبنانيين يعرفون ذلك. حزب الله يراقب مداخل ومخارج لبنان. الميناء عناصر حزب الله، هو اعترف من غير ما يدري، يعني قال انه في ناس تأثروا من الحزب وأصابهم التفجير. طبعا في ناس يشتغلوا من حزب الله في الميناء، هذا بالإضافة إلى معرفتي العسكرية ومعرفتي الاستخباراتية بالأمر. يعني هل يريد أن يفهم الناس أن حزب الله بيعرف ميناء العدو أكثر من ميناء الداخل؟ ما مقاومتي يعني أنت حتقاوم ترد الاعتداء على لبنان كيف؟ يعني فرضا إحنا مشينا معاك في الفرضية أنكم حزب مقاومة فقط، لا، هم يعرفون كل شيء. هل سبق حزب الله اعترف بأي شيء فعله في لبنان؟ لا، معروف عن هذا الحزب أنه لا يعترف. طب من قتل الحريري؟ اعترف حزب الله، قال رفع ايده وقال انه لا يدري. يعني تخيل حزب في 30,000 مقاتل على اقل تقدير، وله ذراع استخباراتي، وله ذراع اعلامي، وله ذراع سياسي، وله مخابرات اجنبيه تساعد، ومخابرات ايران، ومخابرات السوريه، وله اتصالات بدول، ثم يقول لك لا ادري من قتل الحريري. يا سيدي، لنفترض أنه ليس لك دخل في مقتل الحريري، مع العلم أنه هذا أمر مستبعد جدا، ليس لك دخل، ألا تعرف من فعل؟ ألا تعرف الفاعل؟ طبعا هو يعرف، لأن العناصر التي أثبتت التحقيقات تورطها هي عناصر من حزب الله، وهو رفض نتائج التحقيقات، مع العلم أنه اعتمدت على الاتصالات، على أجهزة المحمول، اتصالاتها بال يعني التاورز اللي هي المحطات اللاسلكية الموجودة، أثبتوا كل شيء في التحقيقات، لكن هو رفض نتيجة التحقيقات. والذين ساهموا في التحقيقات وفكوا لغز هذا الاغتيال أيضا تم تصفيتهم. وطبعا حزب الله سيقول ليس له علاقة بذلك ولا يعرف من الفاعل، يعني هو متفرج مسكين، يعني حزب الله متفرج مسكين لاغتيالات كل يوم في سيارة تنفجر، وحزب الله لا يدري، لا يعرف. يعني تحتاج الى دكتوراه في الغباء حتى تصدق هذا الـ هذا الـ هذا الامر. طبعا انكار حسن نصر الله لا يعني أي شيء سوى محاولة تنصل من المسؤولية. الشيء الآخر أنه كما علق الكثيرون أنه حسن نصر الله لما قتل قاسم سليماني طلع يبكي، يبكي يبكي بكاء الابن على أبيه، ولما قتل عشرات اللبنانيين لم يذرف دمعة واحدة. لماذا؟ لأن ولاءه لإيران وللمذهب الشيعي وليس للبنان. ودي خطورة الأمر، دي خطورة العقيدة الفاسدة، نتجعل ولائك مش للإنسان، للإنسان اللبناني، للوطن، تجعل ولائك لقبيلة وهمية تنتمي إليها. أنا كما قلت أنه لا زالوا يعيشون في منطق آل البيت وعايشين في القرن السابع الميلادي، منطق القبيلة. احنا ولاء لإيران لأن هم المذهب الشيعي، ولاء للخميني، ولاء لولاية الفقيه، ولاء. وهذه هي خطورة هذه المذاهب. يعني انه ما كنتش متأثر بدمار بيروت، ما كنتش متأثر بدمار عشرات العائلات، ان لم يكن الاف العائلات دمرت بسبب هذا الامر.
لا، وكنت بتبكي بدموع وبحسرة على قاسم سليماني المجرم الإرهابي. على ماذا يدل هذا؟ إن كل ما قلناه عن حزب الله حقيقة. إذا كان ما قام به حزب الله في سنوات نشاطه في لبنان، ماذا جر حزب الله على لبنان؟ جر لها الخراب، الدمار، صارت الفساد، الطائفية إلى أقصى حدود، صار بلد غير ليس للمجتمع الدولي ثقة فيه أصلا، ولا في اقتصادي ولا في مسؤولي. حزب الله حول هذا البلد إلى شبه فنزويلا، إلى شبه البلدان الفاشلة بسبب تدخله في كل شيء. حزب الله دولة داخل الدولة، هذا يعرفه الكل، ودي مشكلة الجماعات الإسلامية سواء كانت سنية أم شيعية. دولة داخل الدولة، استخباراته الخاصة، سلاحه الخاص، إعلامه الخاص، كل شيء الخاص. هل في 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 أي بلد محترم في العالم، مثلا البلدان الأوروبية أو أمريكا أو أستراليا أو كندا، يكون في حزب ولاء لدولة أخرى؟ هل في أي بلد في العالم سيقبلون حزب ولاء لدولة أخرى مثل ما يفعل حزب الله؟ ما فيش. هذا يقبل فقط في البلدان التي فقدت عقلها لخلاص، يعني لا سلطة للقانون فيها، يعني يصير هو ولاء لدولة أخرى. تخيل الحزب الديمقراطي ولا الجمهوري في أمريكا يصير ولاء مثلا للصين يعني، أو ولاء لروسيا، هل سيقبل من المواطنين؟ وبكل بجاحة يطلع حزب الله وأنه ولاءه لإيران ولدولة الخميني. حتى تعرف أنه المشكلة هي في جذور العقيدة، لأن ولاية الفقيه عنده أهم من الوطن، أهم من أخي اللي بجنبي، لأنه ربما سني أو ربما مسيحي، ما بيهموش هذا الأمر. هو يهمه أنه الموجود عن بعد قاسم سليماني، لأنه هم إخوة في العقيدة، الولاء والبراء في نسخته الشيعية. هذه خطورة حزب الله. حزب الله لم يعترف ولن يعترف، قال لك أنه ينتظر نتائج تحقيقات. يعني كنت قبلت نتائج تحقيقات في الحريري حتى تقبل نتائج تحقيقات في التفجير؟ طبعا هي لو برأتك ستقبل، لكن لو أدانتك سترفض، أنه لا، هذا تم تسييس الأمر، وأنه تم عن عمد توريط حزب الله، وتم كذا وكذا. دائما هذا هو حال حسن نصر الله. كل تفجيرات لبنان على فكرة لها لحزب الله علاقة بها، سواء عن قصد أو عن غير قصد، وأغلبها عن قصد طبعا. تفجير الحريري، موكب الحريري، طبعا متورط حزب الله. تفجير القنصليات اللي حصل، القنصلية الأمريكية، تفجير الجنود الفرنسيين، تفجيرات اللي حصلت في تاريخ لبنان كلها لها علاقة بحزب الله. إيش معنى تفجير الميناء ليس له علاقة بحزب الله؟ يعني هذا الكم من نترات الأمونيوم في لبنان ولن يوظف وليس لحزب الله أي علاقة به؟ هذا الكم الهائل طبعا له علاقة، له علاقة. إذن إيه المشكلة؟ المشكلة أنه حزب الله واخد الآن لبنان رهينة. تم تكوين عصابة ينتمي لها عشرات الآلاف من الأشخاص، الآن يعطون الولاء مثل آيسس، مثل داعش لما كانت في سوريا وفي العراق، في ناس ولاءهم لهذه الجماعة لن يتركوا السلاح، لن يتركوا لبنان إلا هو جثة هامدة. كيف ستواجه مجموعة مثل هذه؟
داعش النسخة السنية، حزب الله النسخة الشيعية. طبعا هو يعني مخضرم بشكل أكبر لأنه دخل في السياسة ودخل في أمور كتيرة. داعش كانت الجزء الخشن اللي هو لا يعرف إلا الجانب الخشن. هم أيضا كسبوا الشارع في وقت طويل، حتى كانوا كسبوا البلدان السنية لما في حرب 2006 صار حسن نصر الله هو الهيرو بتاعهم لأنه في نظرهم هزم إسرائيل. حتى العداء لإسرائيل، يعني هو ماذا كسبت لبنان من العداء لإسرائيل؟ هو عدوكم مين اللي فجر الميناء ولا عدوكم إسرائيلية؟ هي يعني الدمار اللي سببه حزب الله لا يقاس بصراعات لبنان مع إسرائيل. الدمار والخراب، ونتكلم عن الخراب لمدة الآن حوالي 35 سنة، 35 سنة من الخراب. مصارف لا، أخطبوط يسيطر على مصارف لبنان، أخطبوط يسيطر على، وعايشين عيشة هم لا تهمهم الأزمة الاقتصادية لأنه يجيهم التموين من إيران مباشرة. لا تهمهم الأزمة الاقتصادية، لا يهمهم أين يذهب لبنان. ويطلع كل مرة بتصريح يعني بيحاول يبرأ هذا الحزب، يعني لا هم له، لا هم له في القضية كلها إلا تبرئة حزب الله. هل هو حزب الله فعلا؟ إذا كان هذا هو حزب الله، كيف سيكون حزب الشيطان؟ إذا كان حزب الله يجيب هذا الدمار كله، كيف سيكون حزب الشيطان؟ كم عدد الاغتيالات اللي تمت وحزب الله وكأنه لا يعرف أي شيء وليس له أي علاقة بها؟ طبعا هي نفس الشيء اللي كانت بتعمله إيران، هو نسخة إيرانية، يعني نسخة من ما تفعله إيران. إيران كانت تقوم بكل شيء وتتبرأ أمام العالم. إيه حزب الله بنفس السياسة. قاسم سليماني لو سألت سيقولون هو مجاهد ومقوم، ما عملش أي شيء. يقتلون ثم يتبرؤون، يفجرون ويتبرؤون. هم يعلمون أنهم هم الذين قاموا بذلك، لكن الحرب خدعة، الحرب خدعة، لازم يخدعوا العالم. ماذا استفاد لبنان من حزب الله؟ لا شيء سوى الدمار، سوى الخراب، سوى التأخر للوراء، التقهقر. ما فيش شيء. الليرة اللبنانية اليوم في أسوأ قيمة لها. المواطن اللبناني ربما في الأيام القادمة لن يجد حتى رغيف الخبز بسبب تدمير المخزون. لحسن الحظ أنه في دول كثيرة تبعت الآن مساعدات. لو كان تركوا لحالهم لكانت أزمة كارثية كبيرة. حزب الله لا يهم كل هذا، يهم إنقاذ الحزب، إنقاذ سمعة حزب الله. هو تهم سمعة حزب الله أنه تبقى نظيفة أمام الجميع وتبقى تلك الصورة التي كونوها، رغم أن هي صورة مخادعة. لكن أشكر الله أنه الكثير الآن يستفيق. لكن ماذا سيفعلون؟ هم رهينة لهذا الحزب. سؤال، كثير من الناس لما كنت أنتقد حزب الله كانوا يقولون لا هو مقاومة، هو مختلف. لا، المقاومة هي قضية يختبئ خلفها. لو زالت إسرائيل اليوم لما ترك لن يترك حزب الله سلاح. حتى لو زالت، يعني على فرض لو زالت إسرائيل اليوم لم تبقى أي دولة اسمها إسرائيل، لن يترك، لن يتخلى حزب الله عن سلاحه. حتى تعرفوا يعني أجندة حزب الله هي تختبئ خلف المقاومة. المقاومة شعار، كل الإرهابيين يعملوا لك قضية، كل الإرهابيين يعملوا قضية.
تحرير فلسطين، تحرير الأقصى، سنصلي في الأقصى. هو الإخوان ماذا يفعل الإخوان؟ الإخوان يقولون أنه سنحرر الأقصى. طب حزب الله ماذا يقول؟ أيضا سيحرر الأقصى. إيران ماذا تقول؟ ستحرر الأقصى، كله حيحرر الأقصى. لكن يبدو أن طريق الأقصى طويل جدا، مع العلم أنه على بعد خطوة. تفضل يا سيدي حسن نصر الله، just cross the border، يعني فقط تخطى الحدود، أنت في إسرائيل، هو نقصك إيه؟ ما تروح شهيد. هي هل طريق تحرير فلسطين يمر من هذا يعني من هذه السنوات ومن هذه العقبات ومن سياسة لبنان ومن برلمان لبنان ومن تمسك في إمساك يعني كل مفاصل السلطة في لبنان؟ فحزب الله يستغل لبنان، يستغل أرض لبنان، يستغل خيرات لبنان، يستغل طاقات لبنان، يستغل شباب لبنان لإفنائهم في هذا الحلم اللي هو كابوس. إنه في يوم من الأيام، في يوم من الأيام سنقيم الدولة الإسلامية. وقال حسن نصر الله سنقيم الدولة الإسلامية طبعا تحت ولاية الفقيه، نفس نظام الخلافة، الخلافة على البنوال السني، هي هناك ولاية الفقيه من الجهة الشيعية. سيحكمون العالم في يوم من الأيام، سيطردون إسرائيل، سيرمونها إلى البحر. كل هذه أوهام بيعت إلى الشباب. للأسف ذهبت أرواح وذهبت بلدان وذهبت اقتصادات وذهبت طاقات واستنزفت. وللأسف الشديد حتى بعض المحسوبين على المسيحية ذهبوا في هذا التيار، لأنه حساب المصالح أحيانا يطغى على حساب المبادئ. صاروا يتملقون لحزب الله، يدافعون عن حزب الله أحيانا أكثر من حزب الله نفسه، يدافعون عن حزب الله لأنه حسابات المصالح، كل واحد صار بيشوف المصالح. لكن هي لو تجردت من المصالح ونظرت للمبادئ، لا، هذا الحزب لا ينظر لمصلحة لبنان، إنما ينظر إلى قضية الشيعة، إلى القضية التي يريدون تحقيقها، ولاية كبرى. هو حسن نصر الله خريج سياسة، يعني درس السياسة، ولا هو خريج الحوزات الشيعية؟ هو ذهب للعراق في وقت من الأوقات، هو خريج الحوزات الشيعية، هو بيحكم باسم إيه؟ في ناس يقولون لي هو أنت تحولت إلى السياسة. أنا هوايتي أصلا، أنا حاصل الآن على ماجستير في العلوم السياسية، هوايتي السياسة، لكن السياسة والدين في الشرق الأوسط متزوجين، لا طلاق بينهما. هو حسن نصر الله الآن يقدم نفسه أنه سياسي ولا متسلط على الناس باسم الدين؟ احترامه جاي منين؟ مش مستخدم الدين؟ العمة اللي حاطط على راسه ترمز لإيه؟ لمنصب سياسي ولا للدين؟ واكل عقول الشباب بإيه؟ مش بالدين؟ مسيطر على عقول الشباب بإيه؟ مش بالدين؟ الدين والسياسة لا يفترقان، يتم توظيف الدين لأجل السياسة. هو يريد أن يفهمهم أنه رجل دين، أنه يخاف الله، وأنه هذا الحزب حزب الله، وحزب الله هم الغالبون في الأخير، التانيين هم حزب الشيطان، هم الخاسرون في الأخير. طبعا كل هذه شعارات دينية، كل شعارات دينية. والقضية الفلسطينية مش هي قضية دينية في الأخير؟ مش فهمونا احنا بنحارب من اجل مصر رسول الله، حيث ربط البراق وصلى بالانبياء ومن هناك اخذ المعراج الى السماء وهناك اخذ الصلوات؟ مش كل هذا الدين؟ مش هذا لما يقول لك مصر رسول الله ده مش دين؟ لما يقول لك يعني أولى القبلتين ده مش دين؟ ده دين.
وخلوا الشباب، احنا انا ايضا كنت متاثر بهذه الافكار، كنا نسمع القضيه الفلسطينيه في الصبح الظهر المساء، الصبح الظهر المساء، شربوا يعني حطوها لنا مع اللبن، مع اللبن، مع العلم انه هذه قضيه تم ادخال الدين وافسادها على الاطلاق، لن تحل الان بالشعارات، لن تحل بهذه الطرق التي نروج او يروج لها الاعلام العربي الاسلامي، لن تحل بهذه الطريقه. ينبغي ان تعزل من الدين وترجع مفاوضات سياسيه لكي تحل. أما بالشعارات هذه نحن مقاومة وتحرير أرض الأقصى وتحرير وكذا، وتم إدخال مكونات أخرى فيها، تم إفسادها على الإطلاق. فإذا عودة إلى لبنان، تم إفساده، تم إفساده، راح لبنان، فين لبنان تاع جبران؟ فين لبنان فيروز؟ فين لبنان الرحابنة؟ فين لبنان الأصوات الجميلة؟ وفين لبنان الفن والأخلاق والجمال؟ فين لبنان اللي بيتغنى به الناس؟ فين لبنان أوروبا الشرق الأوسط؟ خلاص راح. اسألوا أنفسكم، من السبب؟ هو إسرائيل هي اللي عملت هذا ولا اللي جوه اللي داخل؟ حروب المسلمين مع بعض، حروب الدول العربية مع بعض أو ضد بعض، أكثر مما سببته لهم أي حرب خارجية مع الذين يعتبرونهم أعداء. انظر لليمن، حرب اليمن، الدمار الذي صار فيها، ما يعني ضحاياه لا يقاس بكل حروب العرب مع إسرائيل. انظر إلى ليبيا، الخراب الذي حل بليبيا ما لم يوجد مثله قط. انظر إلى سوريا، والآن الدور على لبنان. إسرائيل ما تحتاج تغزو أي بلد عربي، هي تحتاج فقط تتفرج على ما سيفعله العرب بعضهم البعض، ما تحتاج ما سيفعله السني بالشيعي والشيعي بالسني. انظر للعراق، انظر إلى كل هذا. الدين الإسلامي وأقولها وبكل صراحة وبكل وضوح أقولها للجميع، سبب خراب الشرق الأوسط أو 70% إلى 80% من مشاكل الشرق الأوسط تعود إلى الإسلام بنسخته الشيعية والسنية. خذوها أو لا تخذوها، اقبلوها ولا تقبلوها، هذه الحقيقة المرة المؤلمة الجارحة اللي ولا واحد يريد أن يواجهها. سبب خراب الدول في الشرق الأوسط هو هذه الأفكار الدينية، سواء في نسختها الشيعية أو نسختها السنية. هو الحرب بين ميليشيات الحوثي والموالين للسعودية، هي إيه في آخرها؟ هي مش سنية شيعية؟ الحروب الموجودة تكتلات، الحرب في سوريا الآن هي مش أقلية بيعتبروها علوية شيعية تحكم أغلبية سنية، هي مش في الأخير دينية؟ طالما لم يتخلصوا من هذه العقد الدينية، من هذه الصراعات والطائفية الدينية، لن تحل أي مشكلة. سنرى الشرق الأوسط يغرق ويغرق ويغرق أكثر كل يوم، ودولة بعد الأخرى، دولة بعد الأخرى. إذا ما الحل؟ الحل هو أن الناس تبدأ تستفيق، كل فرد يبدأ يراجع نفسه، يطلع من القوقعة اللي عايش فيها. لن نستطيع بناء أوطان إلا على مبادئ، مش على صراعات دينية. لن نستطيع بناء أوطان
إلا لو أحب الإنسان أخاه الإنسان بغض النظر عن لونه ودينه وجنسه. إنه يصير إنه أنا مش مشكلتي إنك تكون شيعي ولا تكون أي شيء، ما تدخل الدين، إحنا مواطنين سواسية، لنا نفس الحقوق، لنا نفس الواجبات، تجمعنا المبادئ، يجمعنا دستور مبني على المساواة والعدل وحقوق الإنسان، مش مبني على أنه ولاء للشيعي أكثر من المسيحي اللي جاري، أو ولاء للسني أكثر من الشيعي اللي جاري. هذه هي الصراعات اللي دمرت الشرق الأوسط. إحنا لازلنا عايشين، لازلنا نعيش في حرب الجمل ومسألة عائشة وحادثة الإفك، ولازلنا نعيش في مقتل الحسين وفي كربلاء وفي النجف، لازلنا نعيش في القرن السابع وجبنا صراعات القرن السابع للقرن الواحد والعشرين، وخربنا بلدان وأوطان وشباب وطاقات وأفكار وكل شيء. لبنان ترون كيف تغير، ترون أمام أعينكم كيف تغير، اسألوا أنفسكم إيه السبب. طبعا في فساد وفي أطراف أخرى يمكن إلقاء اللوم، لكن أتكلم على من يتحمل المسؤولية الكبرى. ما سبب الحرب الأهلية اللي حصلت في لبنان؟ مش إقحام لبنان في القضية؟ ما سبب خراب لبنان بعد وجود حزب الله وعدم رغبته في التخلي عن السلاح؟ هو معقول انه في العالم تكون دولة لها جيش اضعف من حزب، لها مخابرات اضعف من مخابرات الحزب، لها اقتصاد اضعف من اقتصاد الحزب، لها يعني مش قادرة تمسك مفاصل الدولة، مش قادرة ان تعمل اي شيء، وكل واحد من السياسيين خايف من حزب الله، واللي ما خافش يتم اغتياله او تم تصفيته باي طريقة. هذه هي المشكلة، ولازم الناس يواجهوها، لازم تتم معالجتها. مشكلة لبنان هي مشكلة كل الشرق الاوسط، وشفنا التطور لحد الآن على فكرة، لحد الآن، ويمكن هذا أتكلم عنه في حلقة قادمة. لحد الآن لا زال هناك شباب كثيرون لا يؤمنون بالدول الموجودة الآن، لا يؤمنون بحدودها، يقول لك هي حدود غير شرعية، ودي تقسيمات، ما فيش حاجة اسمها لبنان، ما فيش حاجة اسمها سوريا، ما فيش حاجة اسمها العراق أو الأردن، كلها تقسيمات سايكس بيكو، يعني احنا عايشين على تقسيمات الغرب. المفروض انه هي أمة إسلامية واحدة، لازال وحزب الله يؤمن بالأمة الإسلامية الواحدة، انه ما فيش، دي تقسيمات عملها الغرب فينا الكافر. لازالوا يحلمون بهذا الوهم انه لازالت أمة إسلامية وسنعيدها في يوم الأيام تحت شمل واحد، وحيكون لنا خليفة واحد في النسخة السنية، وكلنا يعني إمامة واحدة في النسخة الشيعية، إمام واحد، وهذا هو اللي ماشيين به. حتى الشباب لا يؤمنون بالأوطان الموجودة حاليا، هي temporary، يعني هي وقتية. الحلم الأكبر اللي جاي مستقبلا واللي حيكون هو الأمة ككل، انه حتكون في شيء واحد يوحدنا جميعا. يا عم ده وهم، استفيق، ده وهم، مش هيحصل، اوكي، مش هيحصل، استفيق، عيش الواقع، عيشوا لأوطانكم، دافعوا عن أوطانكم، يصير ولائك لابن وطنك، للمبادئ اللي تجمعك به، لنفس الدستور، نفس المبادئ، نفس الحقوق. اترك حديث الخلافة، اضرب بيه عرض الحائط، مش هيحصل، لن يكون له. المشكلة الدول التي تسمح
برواج أحاديث الخلافة هي تساهم بإسقاط نفسها بنفسها. بيدافعوا هم في حس وبيس بيدافعوا عنه أن أحاديث صحيحة وعايشين أوطان كما يعيشونها الآن. يعني لو تسأل الأزهر في مصر مثلا حديث الخلافة اللي رواها أحمد حديث أنه يعني أنه حتيجي خلافة على منهاج النبوة ويكون ملك عضود ثم إلى آخره في الأخير حترجع خلافة على منهاج النبوة، الحديث ده لو سألت الأزهر هل هذا الحديث صحيح؟ طبعا الأزهر حيدافع عن الحديث. لو سألته إذن أنت ما تعيشه الآن هو حكم جبري أو ملك عضود، يعني هو سلطة غير شرعية، مش هيقدر يجاوب. يعني هو مؤمن أنه ما يعيشه الآن سلطة غير شرعية، أنه السلطة الشرعية هي اللي جاية بعدين، معرفش إمتى على يد مين. هو مؤمن أنه ما يعيش حاليا سلطة غير شرعية. طب يا عم أنت بتصديقك لهذا النص أنت تضرب السلطة الحالية وتجعلها سلطة غير شرعية، سواء كانت ملك جبري أو ملك سواء كانت حكم جبري أو ملك عاد. نفس الشيء ينطبق على الشيعة، هم يؤمنون أن السلطات الموجودة حاليا هي سلطات مؤقتة غير شرعية في انتظار الغائب، في انتظار المهدي، في انتظار الحكم اللي هيجي الحكم العادل. كلها الآن هي سلطات غير شرعية في نظره، هي جزء من الأمور الوقتية اللي يلا نمشي بها الوقت لحد ما يوصل الحقيقي الحكم الحقيقي. دي مأساة الأحزاب الدينية في الشرق الأوسط سواء بنسختها الشيعية أو السنية. إذن بعد أن دخلنا في كل هذه التفاصيل يؤسفني أن أقول أنه مأساة لبنان ليست ياريت كانت هذا التفجير لوحده، ياريت مأساة لبنان أعمق بكثير. لبنان فيه سرطان، وهذا السرطان يتمدد إلى كل أجزاء الجسم. كل ما يحصل هو أعراض، مقتل الحريري، تقويض المشهد السياسي، الأزمة الاقتصادية، أعراض. جذر المشكلة موجود في الطائفية، خاصة في نسختها الشيعية، خاصة في حزب الله، خاصة أنه في حزب ماسك السلاح بإيده السلاح، على قول أحدهم لا أتذكر اسمه كان بيتكلم عن الأغلبية والأقلية، فقال لا حكم الأغلبية هو الذي يمشي. لا، حزب أو لبنان ما فيش ديمقراطية أو أي شيء، كلها هي مجرد ديكور. يعني الأقوى هو الذي في يده السلاح، الأغلبية حتى لو كانت أقلية الذي يملك السلاح هو الأغلبي، فهيحط طراطير يحكمه لكن هو الحاكم الخلف، من خلف هيحط ناس في الواجهة لكن هو الحاكم الحقيقي. من في يده السلاح هو الحاكم الحقيقي، وحزب الله هو اللي في يده السلاح، وحزب الله هو المسؤول عن تفجير لبنان حتى لو كان عرضي، لأنه يعرف ويعلم ويعرف الطلعة والدخل لبنان. وتبرؤ حسن نصر الله يدل فقط على جبن هذا الحزب، أنه حتى ليس على قدر المسؤولية، أنه جبان، أنه حزب جبان، وأنه حسن نصر الله جبان، وأنه يتاجر بدماء اللبنانيين ويتاجر بالبلد كله، وما يهموش أي شيء، يهم قاسم سليماني أكثر من لبنان كله.
أشكركم على متابعة هذا اللقاء. سيكون لي لقاء معكم يوم غد عن موضوع المناظرات، لأنه كتير من الناس بيكتبوا هل في مناظرات مع الشيخ عبد الله رشدي، هل في مناظرات مع منقذ السقار، هل في مناظرات مع كذا، وانت هارب من المناظرات، وانت لا تريد أن تناظر، وانت لا تناظر أهل الاختصاص. بكرة هعمل مباشر عن موضوع المناظرات، فألقاكم يوم غد وإلى اللقاء.